امتحان تشاء الظروف أن يتكرر كل حين تعليق مشاركة وقت حكومة الجمهورية العربية السورية إذا كان بعض الدول تسعى لتعليق عروبتنا بالجامعة فنحن نقول بأنهم يعلقون عروبة الجامعة لا يستطيع أن يعلقوا عروبة سوريا ونسفتم قواعد اللعبة وأكدتم بما لا يدع مجالا للشك أن قواعدها توضع هنا وتصنع هنا وتحدد هنا بأيدينا عشرية نار انقضت على الحرب في سوريا وعليها وبالتزامن مع ذكرها الحادية عشرة بماذا خرجت دمشق وهل تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية وبماذا؟ دمشق تدعم موسكو في عمليتها العسكرية في أوكرانيا كيف بني تقدير الموقف؟ معالي وزير الخارجية السورية فيصل المقداد مرحبا بك ضيفا عزيزا في برنامج بإيجاز على شاشة الميادين وشكرا لقبول الدعوة. شكرا اهلا بك دكتور. نحن امام عشريه نار مرت في الحرب في سوريا وعليها وعشيه الذكرى الحاديه عشره لهذه الحرب وعشيه هذه الذكرى هناك عدوان جديد اسرائيلي على سوريا وهو العدوان السادس منذ مطلع هذا العام. كيف تعلقون وكيف هو الموقف اذا من هذه العدوانات المتكرره؟ اولا انا سعيد بهذا اللقاء. ونحن أيضاً. والذي يأتي في وقته المناسب في الذكرى العاشرة لاندلاع الحرب الإرهابية على سوريا نقول أن سوريا عانت نقول أن سوريا تعرضت لعدوان إرهابي مدعوم من الدول الغربية وبعض حلفائها نقول أن الدمار في سوريا كان كبيرا. نقول أن الحصار على سوريا كان وما يزال خانقاً، لكن مقابل كل ذلك يجب أن نقول بأن سوريا صمدت وأن الجيش العربي السوري صمد وأن شعب سوريا التف حول قائد سوريا السيد الرئيس بشار الأسد وأن سوريا تسجل في كل يوم صفحات جديدة في تاريخها ناصعة البياض. وتبشر بالانتصار الكامل خلال فترة قصيرة إن شاء الله. اما فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي الذي قامت به فهو كما تعرفون ياتي في اطار التنسيق المباشر ما بين داعش التي قامت بهجوم ارهابي يوم امس واكملته اسرائيل لكي توجه رساله الى داعش ان داعش ليست وحيده في موقفها ضد سوريا لكننا نقول بان سوريا لا تنسى نحن نحذر واسرائيل يجب ان تعرف ان الرد السوري قادم لا محاله واننا نرد عمليا في كل يوم. معالي الوزير وضح لنا هذه النقطه لانه من وقت اعلنا عن هذه الحلقه وبانك ضيف هذه الحلقه في برنامج بإجاز. وطرحنا على الناس ان يكون هناك اسئله يمكن ان يوجهونها اليك اكثر سؤال سئل هو عن اليه رد سوريا على العدوانات الاسرائيليه المتكرره، احد المشاركات او احدى المشاركات اسمح لي اعرضها يقول مصطفى ما هي خيارات الدوله لردع العدو الصهيوني كما قال عن شان غارات على سوريا عن جد طفح الكيل لم نعد نحتمل. انا اقول ان المواطن لديه حق لكنني لست مضطرا لان اقول كيف نرد ومتى نرد لكن أنا أطمئن كل أبناء الشعب السوري أبناء الشعب العربي في كل مكان بأن سوريا قادرة وأنها لا تنسى ضحاياها وخاصة في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتكرر بين فترة وأخرى لكي تثبت إسرائيل لحلفائها وأدواتها داخل سوريا من إرهابيين وقتل بأنها قادرة على إذاء سوريا نحن نقول أن سوريا قادرة على الرد وأن سوريا هي التي تتحكم بهذا الرد وأن سوريا ترد سواء اعترف الرأي العام العالمي أو رأى ذلك أم لم يره لكن سوريا ترد طب سيد معالي الوزير اذا اردنا ان نتحدث حتى بما انه عن عشيه الذكرى يعني الحادية عشرة للحرب في سوريا وعليها بالتزامن ايضا لا اذا كانت لافته بالنسبه لك انه هذا عدوان جديد ما بعد ايضا زياره بنت لموسكو، هل تصل رساله او في اي دلاله؟ انا اعتقد ان الرسائل دائما موجوده في مثل هذه الاعتداءات، كما ذكرت الرساله الاساسيه هي ان اسرائيل بعد عده ساعات من هجوم داعش على قوات الجيش العربي السوري قامت بالاعتداء لكي تقول لداعش ولادواتها باننا معكم. المساله الثانيه هي ان الزياره التي قام بها بنت الى موسكو تثبت مره اخرى نازيه او الطبيعه النازيه للحكومه الاسرائيليه ودفاعها عن النازيين الجدد في اوروبا من خلال التوسط الذي حاول بنت القيام به لدي القيادات المعنيه سواء في موسكو او في كيف انت تشجعنا وربما ايضا يعني تدفعنا اكثر للسؤال حول القراءه الحقيقيه وتقدير موقف لدمشق حول يعني تطورات المشهد لا سيما حول العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا لكن قبل ذلك الان نتحدث عن يعني مرور عقد والذكرى الحادية عشرة للحرب في سوريا وعليها انت تحدثت عن سوريا الصمود والاستمرار والقوه والتصدي هل يمكن ان نقول اليوم ان سوريا خرجت منتصره من هذه الحرب بالمعنى الميداني والسياسي لكن بين قوسين الاقتصادي الى حين ام ماذا؟ ما تقولينه صحيح لا يمكن ان نتحدث عن نصر مطلق خاصه وان الاحتلال الامريكي ما زال يجثم لدعم مجموعات انفصاليه خانت شعبها وتخلت عن سوريتها وذلك في الشمال الشرقي من سوريا ولا يمكن ان نقول اننا انتصرنا بشكل كامل لان العدوان التركي المدعوم من المجموعات الارهابيه داعش وجبهه النصره وكل هذه التنظيمات واسميها بالعشرات ما زالت موجوده لكن استطاع الجيش العربي السوري وبفضل قياده سياده الرئيس والتفاف شعب سوريا حول جيشه وحول قائده من تحرير معظم الاراضي السوريه وسوف لن يرتاح للشعب السوري ولا الجيش السوري الا عندما تتحرر كل ذره تراب من سوريا في تعليق بجمله معالي الوزير هناك من يقول بانه سوريا دوله منتصره لكنها مدمره آه نعم لقد قام الارهاب بتدمير البنى التحتيه بتدمير المنازل بقتل الابرياء بقتل الاطفال سوريا ليست مدمره آه نفسيا لكن الارهاب بفضل الدعم والمليارات التي قدمت لها من الدول الغربيه التي تتباكي الان استطاع ان يدمر الكثير من المعالم والانجازات التي حققتها سوريا في تاريخها الحديث لكن سوريا كما يقال تنتفض كالعنقاء لكي تعود لتحترق من جديد ولتبني وتعيش من جديد. طيب معالي الوزير عندما تحدث انه بعد عقد يفترض انه في خلاصات، بماذا خرجت دمشق؟ وخصوصا على مستوى العلاقات مع الدول المحيطه عربيا، اقليميا، وعلى مستوى الحلفاء. هل لنا ان نجردها واياك؟ تفضل. انا لا اود العوده الى جرده حساب. خاصة وأن هذه الجردة لم تكتمل بعد، قلت أنها ستكتمل عندما نكمل تحرير الأرض، وعلى هذا الأساس أستطيع أن أقول أن سوريا دافعت عن نفسها، أن سوريا وضعت حدا للتطلعات الإسرائيلية المعادية للأمة العربية ولم تستسلم. آه ثانيا سوريا آه استطاعت أن تبقى صامدة نعم. ولو ضمن الحد الأدنى من تأمين مقتضيات الحياة للشعب السوري على الرغم من كل المعاناة وعلى الرغم من كل ما يسمى بالاجراءات الأحادية القسرية التي فرضتها الدول الغربية بشراكة من بعض أدواتها آه سواء في تركيا أو في دول أخرى لكن سوريا بشكل عام صمدت وهي مقبلة على انتصار كبير ليس لها فقط نعم. بل للأمة العربية بشكل خاص ولكل دول العالم بشكل عام وتصوري أن سوريا لم تكن قد صمدت هذا الصمود فما هي الصورة الجيوبوليتيكية في سوريا والعالم لما يمكن أن تكون عليه الأمور من خطر ومن اجتياح غربي نعم. لكل أنحاء العالم في دعوه من الجامعه العربيه للقمه المقبله في الجزائر مع الوزير انا حقيقه تعرضت للكثير من الاسئله في هذا المجال ولا اريد ان اكرر نفسي لكن اقول ان سوريا لا تنظر الى العمل العربي المشترك على انه اجتماع لوزراء الخارجيه مرتين في العام م. لوزراء الخارجيه العرب والخروج بقرارات لا ينفذ منها اي شيء وعلى العكس تتحول في بعض الاحيان بعض مؤسسات العمل العربي المشترك الى ادوات لتنفيذ المؤامرات الخارجيه لكنني اقول انظروا الى الواقع العربي بشكل عام هل هنالك قطر عربي واحد على وفاق مع الدول العربيه الاخرى نحن الان نعاني من التشتت نعاني من يعني ما في دعم. عقليه هي... انا لا اقول ذلك لكن في هناك فيه. جهود كثيرة <applause> تبذل هنالك جهود كثيرة تبذل في هذا المجال ونحن حريصون ليس على العودة المادية لهذه المؤسسة العربية أو تلك لكن على ترسيخ قيم في العمل العربي بدون تغيير طريقة التفكير العربية بدون التنسيق الاقتصادي بدون ما نعرف بدون معرفة الأهداف التي يجب أن نعمل جميعاً في الدول العربية من أجل نعم. تحقيقها. بدون تغيير الاولويات العربيه من دعم وخضوع لاراده الاجنبي الى تضامن في الحد الادنى ما بين الدول من يحول معالي الوزير ان نقول دون تطبيق هذه الرؤيه نعم. السوريه بعوده دمشق الى جامعه الدول العربيه بين الدول العربيه يعني من يرحب ويدعم ومن لا يريد هذه العوده بالمواصفات التي قدمتها انا لن يستفزني هذا السؤال على الرغم والله ما الهدف الاستفزاز <applause> لكن انا اقول ما يلي قبل عده ايام او فتره اصدر الكونغرس الامريكي والاداره الامريكيه بيان قالوا فيه على الدول العربيه ان لا تعيد سوريا الى الجامعه العربيه في اجتماع لوزراء الخارجيه الاوروبيه قبل حوالي ثلاثه اسابيع قالوا ان على الجامعه العربيه ان لا تسمح بعوده سوريا. هل هذه منظمه يعني الجامعه العربيه هل هي منظمه للدول الامريكيه؟ هل هي منظمه للدول الاوروبيه والاتحاد الاوروبي لذلك استطيع ان اقول ان التاثيرات الخارجيه ما زالت قائمه وتمارس الضغوط والابتزاز ونحن نتطلع الى وضع اسس جديده للعمل العربي المشترك واعتقد ان التطورات الاخيره تقنعنا جميعا بضروره توخي هذا السبيل لحل المشاكل فيما بيننا حتى نكون اقوياء على الارض وقادرون على تحقيق متطلبات جماهيرنا في كل من اقطارنا العربيه طب الجزائر تدعم العراق تدعم يدعم الامارات تدعم مصر تدعم عوده مين لا يدعم أو يعني فيما أوعد؟ انا اعتقد ان انا اعتقد ان الكثير من الدول العربيه تدعم طب أنصفها سوريا معالي معا. الوزير انصفها ونحن،, على ونحن نتواصل ونحن نتواصل مع كل هذه الدول العربية بشكل معلن أو بشكل غير معلن لكنني أقول بأن الأمة العربية لا يمكن أن تستغني عن دور سوريا وشعب سوريا وقيادة سوريا وجيش سوريا طيب معالي الوزير سنعود لبعض يعني العلاقات الخاصه بدمشق بما يسمح الوقت بايجاز بين الحلفاء وايضا يعني المحيط العربي او حتى بعض الدول التي كان لها ادوار في الحرب في سوريا وعليها لكنني اريد ان اذهب لموضوع اوكرانيا والعمليه العسكريه الروسيه لانه تقدير الموقف في دمشق هو داعم لموسكو الرئيس الاسد اكد باتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ واعاده للتوازن الى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وأن الهستيريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون. يقول الأسد روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية وبأن الدول الغربية تتحمل مسؤولية الفوضى والدماء نتيجة سياساتها التي تهدف للسيطرة على الشعوب. معالي الوزير هذا الموقف بناء على ماذا؟ يعني دمشق تدعم موسكو لأنها وقفت إلى جانبها في الحرب في سوريا وعليها أم ماذا؟ ليس فقط من أجل ذلك صحيح أن روسيا وقفت إلى جانب الحق في الحرب الإرهابية على سوريا لأن روسيا وقفت ضد الإرهاب وهذا شيء طبيعي لم نكن لنستغربه من بلد بحجم روسيا وبقائد مثل الرئيس بوتين الذي يعي طبيعه المؤامرات التي يحيكها الغرب ضد روسيا الاتحاديه وضد الصين وضد كل الدول الناميه في كافه انحاء العالم نحن وقفنا الي جانب روسيا لان الغرب المتوحش لم يعد قادرا علي ممارسه ضبط النفس الغرب المتوحش هو الذي دعم الارهاب بمليارات الدولارات في سوريا، بمئات المليارات في سوريا، وهو الذي دعم الارهابيين، وهو الذي دعم النظام التركي من اجل القيام بعملياته في سوريا، كما ذكرت القوات الامريكيه موجوده في الشمال الشرقي من سوريا، ومعها تحالف دولي ايضا من معظم الدول الغربيه يقاتل ضد الشعب السوري ويشجع على النيل من وحده ارض وشعب سوريا خلافا لميثاق الامم المتحده وخلافا لمبدا توافق عليه نعم. العالم وهو الحفاظ على وحده ارض وشعب سوريا. اذا هذا الغرب لم يعد لديه السلاح الاخلاقي للتدخل في اي جزء من العالم ولذلك قام الاتحاد الروسي بمبادرات منذ ما يزيد عن العشر سنوات لحل مشاكل روسيا مع اوكرانيا الا ان الغرب كان يشجع نعم. اوكرانيا على الانتماء الى الناتو والى الاتحاد الاوروبي والى معاداه روسيا والى دعم النازيه والا لماذا؟ كل هذا التحرك الغربي ضد روسيا الاتحاديه التي لم تقم الا بالحد الادنى وهي اعلنت انها لن تحتل اوكرانيا وهي اعلنت انها مع الحل السلمي لكن بعد تلبيه طيب. المطالب الاساسيه التي ناضلت من اجلها طيله السنوات القليله الماضيه في حديث عن عمليات تجنيد لمقاتلين في شمال سوريا ما المعطيات لديكم حول ذلك هل فعلا في مثل هكذا عمليات نحن لا نستغرب ذلك على الإطلاق الجيش الأمريكي يقوم بعمليات سياحية للإرهابيين والقتلة سواء في خلال تدريبهم في مخيم الركبان ولدينا معلومات موثقة حول ذلك أو لما قام به الأمريكان بسحب الكثير من هؤلاء الإرهابيين ووجههم إلى أفغانستان وقد قاموا بعمليات خلال الأيام القليلة الماضية ضد باكستان وضد دول أخرى أو من خلال حشد هؤلاء في الشمال الشرقي والشمال الغربي من أجل الذهاب إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب النازيين الجدد في هذه المواقع يعني تؤكدون أنه في عمليات تجنيد لمقاتلين أكيد أكيد طبعا يراها العالم كله وتعلنها الصحافه الامريكيه هذه ليست اسرار ولم تعد اسرار واعتقد ان الاداره الامريكيه قد تعلن عن ذلك ايضا. طيب الان نتحدث عن موضوع اوكرانيا ايضا نريد ان نشرك يعني بالنسبه للمشاركات التي جاءتنا على السوشيال ميديا وهي كثيره بالمناسبه لديك شعبيه كبيره معالي الوزير لدى قطاع واسع ليس فقط شكرا يعني بالنسبه للسوريين وانما ايضا من مشاركات عربيه. لليان معلوف وجهت لك ايضا سؤال حول موضوع الموقف من اوكرانيا بالنسبه لدمشق او العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا نتابع. مرحبا معالي الوزير الدكتور فيصل مقداد عندي لحضرتك سؤال هل يمكن أن تدعم سوريا موسكو بالعسكر إذا اضطر الأمر؟ معالي الوزير؟ <applause> نحن لا نعتقد ان موسكو تحتاج الى الجيش العربي السوري خاصه وان لدى موسكو قوات ارضيه وجويه وبحريه على الاراضي السوريه نحن واثقون ان موسكو دوله كبرى وقد حسبت لكل شيء حساب ونحن واثقون من أن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا بشكل كامل بدون أي تدخل. لكننا نطالب الدول الأخرى بعدم التدخل في هذه المعركة. كما هو الحال من خلال المرتزقة. وعددهم الآن بعشرات الآلاف. الذين ترسلهم إسرائيل. وترسلهم الولايات المتحدة الأمريكية. ودول غربية مثل بريطانيا وآخرين في دول الاتحاد الأوروبي. إضافة إلى التهديد بالأسلحة النووية. التي قامت أو نعم. حاولوا أن يسلطوها ضد الشعب الروسي وهكذا نحن لا نخاف على روسيا ونثق بأن روسيا ستخرج منتصرة من هذه العملية طب معالي الوزير لأنه تحدث أيضا عن المشاركات من السوشيال ميديا في أيضا مشاركة بتويت بتويتر يعني بتويت من جورج عيسى يقول سؤاله مباشرة بأنه بعودة العلاقات مع الإمارات التي تجهر بعلاقاتها مع الكيان الصهيوني المؤقت بين قوسين كما قال ومشاركتها في الحرب على اليمن فيسأل عن يعني هذه العلاقة بالنظر إلى ما طرح أنا أقول انطلاقا مما قلت في بداية الحديث يجب أن نقوم بتصحيح العلاقات العربية العربية يجب ان نقوم بزج كل الجهد العربي في مواجهات تحديات التنميه والاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربيه المحتله، اما باقي السؤال فيمكن توجيهه الى اشقائنا في الامارات العربيه المتحده. طيب انا ساطلب منك لطفا يعني سؤال وجمله طالما تحدث يعني عن الدول التي وقفت الى جانب سوريا. ماذا تقولون للمقاومه اللبنانيه؟ ما هو توصيف دورها وموقعها الان من دمشق؟ بجمله المقاومه اللبنانيه هي الاحب والاغلى والاعز على قلوب كل السوريين ايران الصديق الوفي لسوريا والتي نامل ان يتم تصحيح العلاقات العربيه الايرانيه خلال فترة قصيرة جدا لأن ذلك لا يخدم إلا الدول العربية وهذه المنطقة بشكل عام كنتم في إيران والتقيتم الرئيس إيراني إبراهيم رئيسي وقال بأنه يريد أن يطور مستوى العلاقة أيضا بين دمشق وطهران بأي معنى وكيف ترون إيران بعهد الرئيس إبراهيم رئيسي نحن نرحب بالعلاقات التي نشأت بين سوريا وايران واستمرت كعلاقات استراتيجيه لكنني اقول اننا لا يمكن ان نرتاح الا عندما تتحقق علاقات عربيه ايرانيه حقيقيه، ايران ليست عدو للامه العربيه، ايران تريد ان تكون جزءا لا يتجزا من عملنا العربي والاسلامي في مواجهه التحديات المشتركه وسنكون سعداء جدا نعم. بنجاح المباحثات التي بدات مؤخرا بين بعض الدول العربيه بما في ذلك السعوديه والامارات واخرين نعم. لكي نقوم بتحديد اولوياتنا بشكل طبيعي ونقول للعالم كله بان عدونا هو من يحتل الارض ومن يتحدى طيب. الدول العربيه انظمه وشعوب واضح انه العلاقه يعني يعني كبيره جدا اكثر من 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 جمله يعني بجمل كنت تتحدث عن ايران هل هناك خلاف ايراني روسي بشكل او باخر في سوريا في رؤيه لمستقبل سوريا انا أنا, بجملة أنا, أنا, أيضاً انا انا اعتقد ان لا يوجد اي خلاف روسي وكل دوله تتصرف في اطار منظور خاص من نعم. اطار قربها من المنطقه وتعاملها مع المشاكل التي تمر بها هذه المنطقه. معالي الوزير فيصل مقداد وزير الخارجيه السوري شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه ببرنامج بايجاز وشكرا ايضا للاسئله الاجابات التي جاءت بايجاز وساختم معك بجمله انت على الصعيد الشخصي بماذا خرجت من الحرب في سوريا وعليها وقد طالتك ايضا وطالت عائلتك بجمله. انا خرجت باننا منتصرون. واننا على استعداد للتضحيه بكل شيء بما في ذلك العائله من اجل سوريا والعروبه. شكرا جزيلا لكم معالي الوزير من جديد، ضيفنا كنت معنا مباشره من العاصمه السوريه دمشق، والشكر لكم مشاهدينا اينما كنتم، لقاء جديد يتجدد الاسبوع المقبل ودائما بايجاز.